ده انا اسالكم كمان، ايه اكتر فيلم بتحبوه قدمته كاريوكا السينما العربيه؟ هل مثلا شخصيه زينب في ام العروسه؟ هل شفاعات في فيلم شباب امراه؟ هل دورها في وائس لماه لما عملت شجره الدر، ولا ادوار تانية؟ وايه كمان بالمناسبه عايز اسالكم كمان اسئله، حلقه التساؤلات النهارده، ايه الجزء الثاني من فيلم ام العروسه اللي قدمته كاريوكا في الستينيات واتعمل تاني فيلم بس باسم تاني في السبعينيات، ومين كاتب الفيلم او قصة مين؟ طبعا يعني اديب كبير جدا. مش عايزة انسى ان انتوا تقدروا تبعتولي كل اللي عايزين تسمعوه من الاغاني القديمة، 199 رقم الرسائل 2 18 10 866 هو رقم التليفون، وصفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر هي راديو 90 90. رايحين فين وجايين منين وبتسمعوني من العربيات ولا من عن الانترنت ولا من الموبايل ابليكيشن لراديو 90 90؟ شايفيني قولوا لي كده، ابعتوا لي على 199 او كلموني على 2 18 10 866. سؤالنا النهاردة في حلقتنا مع صاحبة المقام العالي تحية كاريوكا، هل الفنان يا جماعة ممكن يكون له دور تاني في مجتمعه غير تقديم الفن اللي بيقدمه، سواء غنى أو تمثيل؟ هل المفروض أن الفنان يكون له دور اجتماعي، دور إنساني، دور توعوي، دور وطني، وخاصة في عصر السوشيال ميديا؟ كل الفنانين اللي احنا بنتابعهم ليهم أكاونتس على كل البلاتفورمز أو منصات التواصل الاجتماعي، هل مفروض يبقى يقولوا رأيهم، يقولوا يعملوا يشاركوا في قضايا معينة، يقفوا جنب بلدهم في مواقف ما؟ يعني تحية كاريوكا الحقيقة على مدى زمن عيشتها وقفت جنب بلدها كتير، ليها مواقف وطنية كتير جدا جدا، بجانب دورها طبعا كممثلة وكاستعراضية كبيرة جدا. بدوية محمد كريم ده اسمها، وتسمت بدوية تيمنا باسم سيد بدوي في طنطا، رغم انها من اسماعيليه، بس هي تحكي تقول امي سمتني تيمنا بالسيد احمد البدوي. وهو الحقيقه كان غير ان هو طبعا يعني رجل صوفي والى اخره، الا انه كان له دور كبير جدا في الحروب الصليبيه، يعني موضوع كده كبير. تحية كاريوكا بدات حياتها السينمائيه في فيلم اسمه الدكتور فرحات سنه 35، و39 شاركت في فيلم اسمه أجنحة الصحراء، وكان أول إنتاج وإخراج لمخرج كبير جدا في الزمن اللي فات اسمه أحمد سالم، وكان بيشاركها البطولة حسين صدقي. لكن الحقيقة شهرتها بدأت لما ارتبط اسمها باسم أو باسم استعراض كاريوكا، وهحكي لكم في اللينك اللي جاي يعني إيه كاريوكا وينتسب إلى إيه، والحكاية بتاعت كاريوكا هي كمان حكتها مع فنان الكاريكاتير رمسيس زخيري. وكاريوكا السينما العربية في قد المقام النهاردة يا صاحبة المقام العالي. شوف جمال كمان تحية كاريوكا في تنوعها لأدوارها، كانت لسه في عزها وفي جمالها وفي شبابها، وتطلع أم لسميرة أحمد والمجموعة الأطفال وتقدم فيلم من أروع ما قدم في تاريخ السينما المصرية. وبالمناسبة الفيلم ده اتعمل منه جزء تاني، فيلم تاني في السبعينيات، الفيلم ده في الانتاج وكان في الستينيات، لكن اتعمل الجزء الثاني بقى استكمالا لأم العروسة. كان اسمه ايه الفيلم ده بقى؟ كان عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار وميرفت امين ونور الشريف ومحمود عبد العزيز ونهد جبر او منى جبر مش فاكرة، والاطفال الحلوين. 199 رقم الرسائل و2 18 10 866 هو رقم التليفون، ابعتولي بتحبوا تحية كاريوكا في زينب، ام العروسة، شباب امرأة، كانت عاملة دور عظيم شفاعات، وفاكرين عبد الوارث عصر حسبه، وشخصية إمام شكري سرحان. وهقول لكم كمان لما أكلمكم عن الفيلم ده كان مين اللي المفروض يعمل الدور غير شكري سرحان، لكن أصر مخرج الفيلم صلاح أبو سيف إن هو يبقى شكري سرحان. وسؤالي كمان ليكم، بما إن تحية كاريوكا مش فنانة بس، كان ليها أدوار إنسانية كتيرة جدا و
وطنية جدا. يعني هل الفنان ممكن يكون له دور تاني في المجتمع غير تقديم رسالته الفنية؟ هل زي ما بقول هل يكون له دور اجتماعي، دور إنساني، توعية، دور وطني يقف جنب بلده، ولا المفروض انه يقدم فنه بس وخلاص ما فيش مشكلة؟ وخاصة زي ما بنقول في عصر السوشيال ميديا وكل او مش كل يعني غالبية الفنانين عندهم بلاتفورمز وصفحات بيجز واكاونتس مفروض صحيح يقولوا رأيهم في حاجات ولا ويرشدوا الناس لأشياء، ولا لا يعني هو يقدم ده في المنتج الفني اللي بيقدمه وخلاص. كاريوكا كلمة برازيلية بالمناسبة، عندهم هناك في البرازيل نهر اسمه كاريوكا، والسكنين على ضفاف النهر اسمهم الكاريوكاس أو أهل الريو. والاستعراض اللي اتشهرت بيه تحية كاريوكا لما جه مدرب الاستعراض الإسباني إيزاك ديكسون واخترع هذا الاستعراض لكاريوكا وكان سبب شهرتها، وقال لها الاستعراض دي ده أنت هتتميزي بيه، ولزق الاسم فيها كاريوكا. ويعني هي نفسها كانت تقول يعني أنا كنت أحب اسمي بدوية محمد كريم أو تحية كريم أو إلى آخره، لكن خلاص يعني لدرجة إن هي في مرة وهي في أمريكا قالت هينادوني هنا بقى باسم تحية، فلقت حد معدي أم قال لها كاريوكا، خلاص الاسم كده لزق فيا. قصتها وزمانها ومواقفها كتيرة. ايه اكتر فيلم بتحبوه قدمته تحية كاريوكا؟ هل ام العروسة؟ هل شباب امرأة؟ هل دورها شجرة الدر في واسلاماه ولا ادوار تانية؟ هل مثلا بتحبوا دورها في خلي بالك من زوزو؟ يعني هي طبعا ليها ادوار كتيرة جدا، وبالمناسبة اشتغلت مسرح كمان كتير، يعني عملت يمكن مثلا 20 مسرحية. مثلت الاول في مسرح اسماعيل ياسين، وبعد كده عملت فرقة مسرحية مع زوجها فايز حلاوة، والمسرح كان باسمها مسرح تحية كاريوكا، وقدمت فيه يمكن 18 مسرحية، وكانت معنية قوي في كتاب الفيل الروايات اللي بتقدمها بالسياسة والحركات السياسية والنضال وتاريخ مصر. يعني مش أي منتج كده والسلام، لا 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 لا، كانت ست كانت عارفة هي بتعمل إيه. 199 هو رقم الرسائل، 218-10-866 هو رقم التليفون. وزي ما كنت بسألكم كده في بداية الحلقة، هل الفنان ممكن يكون له دور تاني في مجتمعه غير تقديم رسالة فنه؟ هل ممكن يخش في مبادرات إنسانية مع مثلا يعمل حاجة للبلد يعني، ولا يعني مش لازم، يعني ممكن يقدم اللي هو عايزه جوه المنتج بتاعه؟ أحكي لكم بقى القصة دي إمتى إمتى إمتى، لما سمعكم نجات، لأنه من امبارح جالي كلام كتير، أسفة يعني طلبات كتيرة عن نجاة. امبارح كنا عاملين حلقة عن بليغ حمدي. اللي ما يعرفش تحية كاريوكا كان ليها أدوار عاملة إزاي جنب بلدها، تحية كاريوكا كفنانة يعني كلنا عارفينها، لكن مش كتير يعرفوا إن تحية كاريوكا وقفت سنة 48 مع الفدائيين المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي، وهربت لهم سلاح في عربيتها الخاصة، وخبت الرئيس الراحل محمد أنور السادات في الإسماعيلية لما كان يعني هو كمان ضد الاحتلال الإنجليزي. ولما طلعت تحية كاريوكا تتكرم لمنصة التكريم، صفحها الرئيس السادات وأثنى عليها وعلى تاريخها الوطني جنب بلدها. بص الفنان يعني مش بس رسائل فنية وقيمة فنية، لا كمان واقف جنب بلد ومشوار نضال وفني لتحية كاريوكا. فكمان أنور السادات راح ذكرها باللي قامت بيه معاه في زمان طبعا لما خبته في المزرعة في الإسماعيلية، وقال لها فاكرة يا ست تحية لما خبتيني عند إخواتك في إسماعيلية؟ فقالت له أنت لسه فاكر يا ريس؟ طبعا دي أيام هيكتبها التاريخ، عمري ما هنساها، مش عايزة حاجة. ده كلام الرئيس أنور السادات بيقول لها، مش عايزة حاجة، في حد مزعلك؟ ليكي أي طلب؟ طبعا في الوقت ده كانت الست تحية كاريوكا كبيرة في السن، فطلب منها الرئيس الراحل محمد أنور
السادات، قال لها اطلبي اي حاجه. فشكرته وقالت له هو بس في حاجه كنت عايزه اطلبها من سيادتك، مش ليا لكن لزينات صدقي، هي كبرت وما بقتش تشتغل ومريضه وبتمر بظروف قاسيه قوي، فيا ريت يا ريس تامر لها بمعاش تقدر تعيش منه، يتنفس فورا ويصرف لها، يتنفس فورا طلب تحيه كاريوكا، ويقول لها الرئيس انور السادات يتنفس فورا طلبك يا ست تحيه، ويتصرف لها معاش استثنائي. شوف الجمال، رغم ان تحيه كاريوكا كانت تعاني من ظروف صعبه جدا اجتماعيا وماديا وكل الحاجات، يعني الحقيقه الفنان بوقفته مع زمايله، بوقفته مع بلده، بوقفته اجتماعيا وتوعويا، ويعني يفضل كده مثل ويفضل منتجه قد المقام ولغايه النهارده. لسه بسالكم، هل الفنان ممكن يكون له دور تاني في مجتمعه غير تقديم رسالته فنه؟ زي ما بقول لكم ممكن يكون له دور وطني، دور اجتماعي، دور انساني، دور توعوي، يوعي الناس ويعلي الادراك ويعلي الوعي، لانه احنا مش احنا بس، معظم الناس بتبقى مشكلتها مشكله الادراك والوعي وعدم القراءه وربط الحاجات مع بعض والثقافات المتراكمه، وان هو يربط حاجه بحاجه فيفهم الحاجه الثالثه. فيعني فالفنان بيبقى المفروض ان هو مطلع ومثقف وواعي زي ما احنا بنحكي مع تحيه كاريوكا ازاي كان ليها دور نضالي مع بلدها مصر ابان الاحتلال الانجليزي. تعالوا سريعا احكي لكم لما حكت تحيه كاريوكا على ست ام كلثوم، فبتقول ان هو ما كانش مسموح ابدا لاي فرد انه ينضم للمجموعه الخاصه لام كلثوم اللي بتدعيها اسبوعيا، الا اذا توفرت فيه شروط عضويه هذا الصالون، صالون ام كلثوم. واولها بقى شوف ايه بقى، خفه الدم والبراعه في اخراج التعليقات الفكاهيه والقفشات والالشات بلغه 2020. غير كده ما لا يقبل هذا الضيف. فكانت ام كلثوم تسمي الضيف ثقيل الدم عزوز افندي، يعني سيم كده بينها وبين اصدقاء. ففي احدى الايام جه واحد صديق ام كلثوم وجاب معاه واحد صاحبه دمه تقيل جدا، فكانت قاعده تحيه كاريوكا، فام كلثوم تقول لها اسمه عزوز افندي، ولا لا يا ست ام كلثوم انا اسمي حسن، تقول له لا عزوز افندي. فطبعا تحيه كاريوكا قالت لها بعد يعني قالت لها ايه يعني عزوز افندي، قالت لها يعني دمه تقيل، فاحنا نقوم نوصمه كده في القعده انه ده عزوز افندي فنتفاداه من تقل دمه. فيعني الحقيقه الراجل يوميها حس هو كمان انه دمه تقيل ومش يعني في القعده كده مش لطيف، قام واخد بعضه واتكل على الله. عرفتوا بقى مين عزوز افندي بتاع صالون ام كلثوم الدم التقيل؟ اوعى يكون حد فيكم اللي بيسمعني دمه تقيل، انا بقول لكم تحيه كاريوكا قالت لك الست مقامها في شرابها، طب واللي من غير شراب يا ماما يبقى ملهاش مقام. ده كلام زينب في أم العروسة لما قالت لبنتها جوه أحداث الفيلم. طبعا تحيه كاريوكا قدمت دور زينب أروع ما يكون لعدد من الأبناء، وكانت بقى بتستعد لتفاصيل وعشنا معها تفاصيل جواز بنتها اللي كانت سميرة أحمد من يوسف شعبان. وفاكرين بقى لما كانوا جايين يخطبوها أم يوسف شعبان ومعاها بقى وتشرب القهوة وتقول كده، عارفين الحركة دي؟ فيعني تحيه كاريوكا بمنتهى اللطافة وخفة الظل برج الدلو يا جماعة تقوم تقولها وانتي ما بترديش ليه كده بتاعتك دي ليه، يعني اللي هو مش ممكن، حركة مصرية عجيبة جدا جدا جدا. شفاعات في أو دور شفاعات في شباب امرأة من أهم الأدوار اللي جسدتها تحيه كاريوكا على شاشة السينما يا جماعة الحقيقة، يعني لعبت دور امرأة في منتصف العمر لو تفتكروا، سرية صليطة اللسان قوية ومفترية، وتستدرج التلميذ إمام اللي هو شكري سرحان، وبالمناسبة كان اللي مترشح
صلاح للدور ده هو عمر الشريف، وأصر صلاح أبو سيف مخرج شباب امرأة أنه يبقى شكري سرحان، لأنه هو شايف أن شكري سرحان هو هذا الريفي بملامحه المصري جدا اللي لازم يبقى يعني يلبق عليه الدور. ويمكن برضو كان في كوتس أو برضو حوار ما بين طبعا الحوار لصلاح أبو سيف وأمين يوسف غراب ما بين برضو تحية كاريوكا وفردوس محمد لما نزلت بقى أم إمام لما بقى غاب عنها وما ببعت لهاش وحاجات كده، فراحت لقاته متجوز شفاعات فقالت له قالت لها جوزتي يا خراشي ده لسه صغار. يعني بص التفصيلة، فردوس محمد جاي من الأرياف، فتحية كاريوكا ترد بعظمة شديدة وقوة وافتراء فتقول له تقول لها الطلق لسانك في سقف حلقك وليا انت ابنك ايه المش فبفونيلا واحدة وجوش شراب فرد على فرد، انا اللي منجراه عاجبك منظره عاجبك هيئته بفلوسي واقدر اشتري سيد سيدو. وطبعا اللي شايف الحوار ده كله عبد الوارث عصر او حسبه في الفيلم وفاكرين الرحايا لما دورها والبغل معدي يعني وهو بيعمل يعني اوسكار مشهد عظيم. ارجوك ارجعوا اتفرجوا على شباب امرأة وشوفوا العظمة وشوفوا الفنانين الجمال العظماء. مودي بيقول مودي فرفوش عايز يسمع غنوة شادية من جوه فيلم شباب امرأة، اوعى تسيبني تعذبني بس هي مش عندي يا مودي معلش ليه اوعى تت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 
الحكاية دي في الدور ده.